السلام عليكم أيها الشعب الأبي الحر المسلم المسالم. أولا لست بأسد ولا غيره، ما أنا وإخوتي إلا خدم لهذا الوطن ولكم أنتم أيها الشرفاء وبلا ألقاب. عام مضى على بدء ثورتنا المباركة من أجل نيل الحقوق واستعادة الكرامة. عام مضى من ثورة رفعت شعارها ورودا وسلمية ولا زالت ترفعها. سلمية 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 سلمية. عام مضى والمشهد لا زال حاضرا أمام أعيننا، كيف بدأت الثورة وكيف توهجت وكيف زحفت وكيف سقط الشهداء الواحد تلو الآخر وإلى يومنا هذا. عام مضى ولا زلنا نستذكر كل تلك الآهات والآلام والانتهاكات والظلم والاضطهاد الذي نالنا ونزل بأهلنا وأحبتنا. عام مضى والقوم يظنون بأنهم تمكنوا منكم وأنهم أصابوكم في مقتل، حسبوا بأن آلة قمعهم قد أسقطت إرادتكم وضعضعت صمودكم وتمكنت من صلابة إيمانكم بقضيتكم العادلة. سماد سماد سامدون سامدون ولكنهم تفاجأوا حينما رأوا الإصرار والعزيمة والقوة منكم في مواجهة ومقاومة ظلمهم وبطشهم، ورأوا بأنها هي ليست عزيمة وإرادة الكبار فقط، بل رأوها في عيون الصغار وتعابيرهم وفلتات لسانهم. حينها عرفوا بأنكم شعب لا يمكن أن يهزم، شعب لا يمكن له أن يهزم، وأنه لا بد لهم من النزول لإرادته طال الزمان أو قصر. طال الزمان أو قصر طال الزمان أو قصر. وأقولها لكم جازما بأن إرادتكم بإذن الله ستحقق لكم كل مطالبكم العادلة في العيش الحر الكريم وفي نيل مطالبكم السياسية. ونحن لن نضع تأريخا أو توقيتا لنصرنا أو هزيمتنا، لأننا لن نهزم أبدا. فلا توقيت أو تأريخ لنصرنا، بحيث إن لم يتحقق فيه ما أردنا فقد هزمنا. لا يمكن أن نحدد تأريخ أو يوما نقول فيه إن لم نحقق هذا الفعل فقد هزمنا، لا. نحن سنواصل الدرب وسنواصل العطاء في كل يوم وفي كل تاريخ حتى يتحقق لنا ما نريد، وسوف يتحقق بعزمكم وإرادتكم. لا تراجع لا تراجع لا تنازل لا تنازل. نحن اليوم نراهن على وعيكم وعلى قوة بصيرتكم في فهم المرحلة الحالية وخطورتها، وفي عدم الانزلاق وراء الأبواق الإعلامية الفاسدة التي تحاول العبث جاهدة بنسيجنا ووحدتنا الوطنية.
هم يسعون إلى تفتيتنا وتشتيتنا من خلال صناعة الأخبار الكاذبة وترويجها لخلق الفتنة بين فئات المجتمع وبين أطراف المعارضة خاصة. فالحذر الحذر من هذه الأصوات النشاز التي تعيث في بلدنا فسادا ودمارا. وعلينا أن نتمسك بوحدتنا كمجتمع وكمعارضة، وأن لا نخضع لوساوسهم وأحابيلهم ومكائدهم. فالاختلاف سنة طبيعية، سنة في كل المجتمعات وعلى مدى التاريخ بين أبناء المجتمع، ولكن علينا أن لا نجعل من الاختلاف في وجهات النظر السياسية مدعاة للفرقة بيننا أو باعثا لتمزيق وحدتنا. السياسة لعبة أرقام، ونحن لا نريد أن نغوص في لعبة الأرقام ومتاهاتها فنتوه معها ونتشرذم. لا نريد لعبة الأرقام، لأن أي تقسيم للمجتمع والمعارضة لأرقام يضعفنا ويشتتنا ويفتت وحدتنا. مخطئ من يظن أنه يستطيع لوحده أن يحقق للمجتمع مطالبه وحقوقه. وحدتنا أيها الإخوة، وحدتنا هي سر قوتنا، وحدتنا هي طريق انتصارنا، فمن غيرها لن نحقق شيئا. لا تخضعوا لتلك الأصوات التي تأتي من الخارج أو من الداخل تتهم هنا معارضة أو هناك من أجل تفتيتنا ووحدتنا. بالوحدة سنحقق الانتصار، وبالوحدة سنحقق ما نريد إن شاء الله. وحدة وحدة حتى الناس، وحدة وحدة حتى الناس. الحوار موضوع قديم جديد، لطالما سمعناه وترنم به البعض كثيرا، ففي كل مرة يتجدد فيه الحديث عن الحوار وعن اشتراطاته يزجون باسمنا دائما وأبدا، تارة تصريحا وأخرى همزا أو لمزا، متهمين إيانا بأننا من نشل أو نفشل أو نوعد حوارهم بين بعضهم البعض، ويتحدثون عن عدم جديتنا في الاستجابة لدعوات الحوار. وهذا كذب محض ومتعمد من أجل تشويه سمعة المعارضة لدى المجتمع الدولي، لأننا نحن من سعينا ونسعى دائما وأبدا لوضع الحلول المناسبة التي تسعى لإخراج البلد من محنته وأزمته، وبذلنا في ذلك ولازلنا كل ما في وسعنا من أجل تحكيم العقل والمنطق للخروج بالبلد من أزمته السياسية لبر الأمان. وتقدمنا بوثيقة المنامة التي نالت استحسانا دوليا لمنطقيتها واعتدالها، ولأنها تمثل مخرجا سياسيا مقبولا، ولكننا مع الأسف الشديد لم نرى آذانا صاغية ولا عقولا واعية لما نقول ولما نقدم. نحن ومن منطلق الدين ومن منطلق حب الوطن لا يمكن لنا أن نرفض دعوة حوار، ولكن أي حوار؟ الحوار الجاد الفاعل الذي يسعى لوضع الحلول لا إلى تعقيدها، حوار الكبار الذين يسعون لمصلحة وطنهم ومواطنيه، حوار الأقوياء الذي يوصل لمطالب الشعب وحقوقه ولا يعد مضيعة للوقت، حوارا ليس بحوار السيد والعبد
لأننا لسنا بعبيد بل نحن سادة، وليس بحوار القوي والضعيف لأننا نحن أقوياء إن كان الآخر قوي. وعجبي وعجبي من حديث وزير العدل المنشور في صحيفة الأيام لهذا اليوم، حيث يقول وهو يتحدث عن الحوار قائلا أن نبذ العنف وإدانته بلغة صريحة وقاطعة اشتراطات للحوار. هذه اشتراطات وزير العدل للحوار، نبذ العنف وإدانته بلغة صريحة وقاطعة، والابتعاد عن التحريض والإساءات والتحشيد، يشكل الحد الأدنى المطلوب لإيجاد أرضية صلبة ليقف عليها جميع مكونات البلد والانطلاق للأمام بخطوات، وهكذا إلى نهاية حديثه. لست أدري عن أي عنف يتحدث وزير العدل، وعن أي تحريض يتحدث هذا الرجل، وعن أي إساءة أو أي تحشيد. أيقصد الوزير العنف الذي قتل المواطنين وعذبهم وانتهك حقوقهم وحرماتهم؟ أيقصد الوزير العنف الذي دهس الأبرياء واعتدى على حرمات النساء وهو الوزير واحد المسؤولين عن ذلك؟ أيقصد الوزير بالعنف كل تلك الجرائم التي ارتكبت على أيدي الجيش وقوات وزارة الداخلية وغيرهم من قوى الأمن؟ ماذا يقصد وزير الداخلية؟ عنف الشعب؟ وماذا يقصد بالتحريض؟ أي تحريض وإساءات صدرت من الشعب؟ كل التحريض والإساءات صدرت من مسؤولين في السلطة ومن أبواقهم وصحفهم الصفراء. من حرض السنة على الشيعة؟ ومن حرض الشعب على بعضه البعض بكل مكوناته؟ أنحن من حرضنا؟ أنحن من دعونا لاقتتال الشعب؟ أم تلك الأبواق الفاسدة التي دعت إلى الفرقة ووزير العدل أحد المسؤولين عن هذا التحريض؟ أم عن أي تحشيد يتحدث هذا الوزير؟ عن حشدكم هذا؟ هذا حشد سلمي جاء ليعبر عن رأيه كما يدعي وزير الخارجية أيضا في مقابلة أو في رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء بريطانيا بأن حرية التعبير مكفولة في البحرين، فنحن جئنا لنعبر عن رأينا. هذا حشد لا يضر الوطن، هذا حشد جاء ليطالب بحقوق هذا الوطن المسلوب، هذا حشد جاء ليبني الوطن لا ليدمره. إذا كان الوزير يتكلم عن حشد آخر يضر بالوطن، فهناك حشود أخرى صغرت أو كبرت تحدثت عن الفرقة، تحدثت عن سني وعن شيعي. أما نحن نخجل أن نقول هنا سني أو شيعي، وكلنا نداؤنا أولا وأخيرا بأننا إخوان سنة وشيعة، هذا هو نداؤنا الأول والأخير. إخوان سنة وشيعة، إخوان سنة وشيعة. يا وزير العدل، كان حريا بك أن تقدم هذه النصائح لنفسك وللحكومة التي تنتمي إليها حتى تستطيع أن تبتدئ حوارا جادا وصادقا. فلسنا نحن يا وزير العدل من هدم المساجد وانتهك حرمتها وحرق القرآن فيها، بل أنت أحد المسؤولين ونملك الدليل على ذلك. صحح وضعك قبل الحديث عن تصحيح وضع الآخرين وقبل نصح الآخرين. وأما حديث وزير خارجيتنا أيضا فهو عجوبة الأعاجيب، فهو يقول وأشار وزير الخارجية إلى تنشيط آليات الحوار مجددا بين يوليو 2011 رغم موقف الوفاق المعارض. كذب،
وخروج هذا الحوار بمبادئ مهمة. هم يكذبون على الخارج. هذه في رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء بريطانيا يتهم الوفاق بأنها هي من أشلت حوارهم المزعوم. هو فاشل من ولادته، ولد خديج ناقص بلا طعم ولا رائحة، واكتشفوا فشل ذلك الحوار، وها هم الآن يبحثون عن مخرج، ولن يكون مخرجا إلا بالوفاق وقوى المعارضة وبالشعب أيضا. حكومة كاذبة، حكومة كاذبة ستخسر العاقبة. ويقول أيضا وزير الخارجية ينصب تركيز الحكومة الموقرة حول ضمان استقرار وأمن الوطن على المدى الطويل وتحقيق الرخاء والازدهار إلى آخره. ثم يقول وأيضا نفى الوزير بن قوسين نفى الوزير وجود سجين سياسي واحد في البحرين أو أي محتجز بسبب التظاهر السياسي أو ممارسته حق التعبير، مشيرا وتحدث بعد ذلك أن كل من وجد اليوم في السجن هم حالات متعلقة بجرائم العنف، هم حالات متعلقة بجرائم العنف. هذه مشكلة أيها الأحبة، هذه مشكلة. لست أدري، لعلي أكون مخطئ، لعلنا كلنا مخطئون. لست أدري لما اعتقل الأستاذ عبد الوهاب والأستاذ حسن مشيمع، ولما اعتقل الفاضلين العالمين المقدادين وسائر العلماء، ولما اعتقل الأستاذ إبراهيم شريف، لما كل هؤلاء معتقلون؟ إذا لم يكن اعتقال هؤلاء والزج بهم والحكم عليهم ظلما وعدوانا بسنين طويلة لمواقفهم السياسية، فماذا يكون إذن؟ ماذا يكون إذن؟ فكرت اليوم في كلام وزير الداخلية، يكذب على من؟ يضحك على من؟ إذا كان هؤلاء الرموز والعشرات الذين دخلوا السجن بسبب وجودهم في الدوار، يمكن يا جماعة، يمكن يعني ما أدري، يمكن أستاذ عبد الوهاب وإبراهيم والإخوة كانوا يلعبون مباراة هاوش ودهم السجن أو ودهم المركز واعتقلوهم، أو عندهم شيء معين، لعل هناك شيء خلاف شخصي بينهم وبين آخر وحكم عليهم. قليلا من الحياة يا وزير الخارجية ويا حكومة، تكذبون على من؟ تضحكون على من؟ ما الذي زج بهؤلاء في السجون؟ أليس لمواقفهم السياسية؟ ما الذي دفعكم لاعتقال النساء؟ وما الذي زج بفضيلة المبارك لأنها استمعت إلى شريط إنشادي؟ يا لعاركم ويا لسخفكم، اعتقلتم امرأة وحرمتموها من طفلها، واعتقلتم نساءنا وحرائرنا وزججتم بهم في السجون لأنهم عبروا عن رأيهم، وتأتون بكل صلافة وسخافة، ولا سجين سياسي، ولا سجين. هيهات ننسى السجناء، هيهات ننسى السجناء. نعم، ولا سجين سياسي. زججتم بالأخوات في السجن، فأين نخوتكم؟ يمكن بعد يطلع لي، يمكن متهاوشين في سوق الخميس وحطوهم، يمكن كل شيء يصير بين البشر هالأيام ويزج بهم داخل السجن، وتطلع الدولة في فبركاتها كما عودتنا دائما وأبدا في فبركاتها وكذبها. أين نخوتكم وعروبتكم وشيمتكم يا من تدعون العروبة، ويا من تدعون الإسلام، ويا من تدعون النخوة والشيمة، وتقولون أنكم عربا أقحاح؟ أين أنتم من العروبة وأنتم تبقون على نسائنا وحرائرنا في سجونكم؟ عليكم أن تطلقوا هذه الحرائر لتحفظوا قليلا من ماء وجهكم الذي لم يبق منه شيء. عليكم أن تطلقوا سراح كل سجينة حرة أبية، وإلا
سيلاحقكم عار سجن هؤلاء النساء إلى الأبد، وستكونون عارا على العروبة وعلى الإسلام أبد الآبدين. فلتطلق الحرائر، فلتطلق الحرائر. عام مضى وعام قدمة، عام مضى وعام قدمة، ولا زالت النفسيات هي النفسيات، ولا زال الإصرار هو الإصرار، ولا زالت العزيمة هي العزيمة. فلن ننكسر ولن ننحني، لأننا صامدون، وسيمر يوم علينا ويوم آخر لن نقول فيه هزمنا، بل سنقول أننا صامدون، أننا سنبقى في الساحات، في كل المحافل، داخل البحرين، خارج البحرين، ننادي بحقنا في حريتنا، في كرامتنا، في أن نحقق مستقبل أبنائنا مستقبلا ناجحا حرا كريما يعيش فيه أبنائنا أحرار، أبنائنا أحرار، لا كما عشنا نحن في خوف ووجل دائم. عام مضى وعام قدم، ونسأله سبحانه أن يكون هذا العام القادم مكللا بالنصر والفرج القريب بإذن الله وببركة دماء الشهداء الأبرار. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.